موجز لأهم الأنباء من منصة دنيا، أهلا بكم. استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي بالعاصمة تونس من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. اللقاء شكل فرصة عبر من خلالها الرئيس قيس سعيد عن أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والدرجة العالية من التنسيق الذي يجمعه بالرئيس عبد المجيد تبون. يشارك اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي ممثلاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بازشكيان. ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري لخضر رخروخ بمقر الوزارة أشغال الجمعية العامة التأسيسية للمجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية. وحسب بيان الوزارة فإن تأسيس هذا المجمع يندرج في إطار المقاربة الاقتصادية للرئيس تبون الرامية إلى إعادة هيكلة وتطوير القطاع العمومي في مجال دراسة وإنجاز منشآت السكك الحديدية. في الرياضة، نجحت بطلة جيدو الجزائرية أمينة بالقاضي في التأهل للدور الثمن النهائي من الألعاب الأولمبية بعد فوزها على الفنزويلية أنريكيليس باريوس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.